بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هناخد الدرس الثاني في الوحدة الثالثة للصف الصف السادس الابتدائي. الدرس عندنا عن يوم لا ينسى. الدرس بيقول ايه؟ لم احكي شيئا لزملائي عن فاطمة. هنا مين اللي بتتكلم؟ مريم. لو احنا فاكرين الدرس اللي فات لم احكي شيئا، هي بتتكلم عن نفسها، لزملائي عن فاطمة، وقررت أن أنتظر ما سيحدث. أنا هشوف الأول إيه اللي هيحدث، يعني ما سيقع أو ما سيكون، هشوف إيه اللي هيحصل. يعني في منتصف الأسبوع التالي دخلت المعلمة كاميليا إلى الفصل. قالت يسعدني، يعني أنا هكون سعيدة أن أخبركم أن زميلتكم فاطمة ستأتي بعد غد، يعني ستحضر بعد غد في صحبة والدتها إلى المدرسة. في صحبة يعني في رفقة والدتها للمدرسة. أنتم لا تعرفون أنها مريضة ومقيمة منذ فترة بإحدى المستشفيات، وقد اتصل بي الطبيب المعالج، وتم ترتيب يعني تحضير وإعداد كل شيء لهذه الزيارة، فماذا يمكن أن نفعل لها؟ يبقى دي المعلمة كانت بتخبرهم. يبقى هنا كلمة قررت أن أنتظر، يبقى قررت مريم أنها ما تحكيش لحد عن فاطمة، و قررت ان هي تنتظر تشوف ما سيحدث. ما سيحدث يعني ما سيقع او ما سيكون. في منتصف الاسبوع القادم، يعني منتصف الاسبوع التالي، يعني القادم اللي جاي، يعني يبقى التالي يعني ايه القادم. المعلمة كاميليا جت للفصل وقالت يسعدني ايه؟ بيسعدها ايه؟ ان اخبركم، يعني ان أعلمكم، تمام؟ يبقى أخبركم يعني هعلمكم أو أعلمكم، أنا هعلمكم بشيء. يبقى أخبركم يعني أديكم خبر، أديكم علم. خلاص أخبركم أن زميلتكم فاطمة ستأتي، يعني ستحضر بعد غد. إمتى؟ مع مين؟ في صحبة والدتها، يبقى مع صحبة يعني رفقة، يبقى صحبة يعني ايه رفقة، يعني هتبقى رفيقة ليها. مين اللي هتبقى رفيقة ليها؟ مامتها. خلاص وقالت لهم ان هي مريضة بأحد المستشفيات، واتصل بها الطبيب المعالج، وتم ترتيب يعني تحضير ان هي تيجي لزيارتكم. خلاص يبقى تم تحضير، ترتيب يعني تحضير، ترتيب يعني تحضير وإعداد هذه وتجهيز، إعداد يعني تجهيز، يبقى ترتيب يعني تحضير وإعداد وتجهيز هذه الزيارة، تمام؟ السؤال ممكن يجي لكم هنا يقولك ما الذي لا يعرفه التلاميذ عن فاطمة؟ قالت لهم إيه؟ أنتم لا تعرفون إنها إيه؟ مش عارفين إن هي مريضة ومقيمة منذ فترة بأحد الإيه؟ المستشفيات. القطعة اللي بعد كده، قال سامح فرحا، هو فرحان كده. قالت لهم كل واحد، المعلمة قالت لهم ايه؟ كل واحد يقول لي بقى على اقتراحه، فماذا يمكن ان نفعل ايه؟ فماذا يمكن ان نفعل له؟ سامح قال وهو فرحان كده، سوف نكون جميعا في استقبالها، ويمكننا ان نزين الفصل. نزين الفصل يعني نجمل الفصل، نجمله بايه؟ بشرائط ملونة. وأضاف أحمد، يعني أضاف زاد على كلام سامح، يبقى أضاف يعني زاد. ويمكننا كذلك أن نكتب لوحة بتاعة الترحيب، لوحة ترحيب. لوحة يعني إيه؟ يعني لافتة، يبقى لوحة يعني إيه؟ لافتة ترحيب بها لتراها وهي تدخل الفصل. طب يعني ايه ترحيب؟ انا برحب بحد يعني بحسن استقباله، يبقى الترحيب هو حسن استقبالها.
يبقى أضاف أحمد يمكننا كذلك أن نكتب لوحة ترحيب بها لتراها وهي تدخل الفصل عشان فاطمة تشوفها وهي داخلة الفصل. وقلت من اللي قالت مريم وأنا أشعر بسعادة غامرة، يعني أنا أشعر يعني أنا أحس بسعادة شديدة غامرة يعني شديدة. إنها فرصة رائعة لنظهر لها مدى حبنا. فرصة رائعة يعني فرصة مدهشة وفرصة جميلة جدا إن إحنا نوري لها إن إحنا نظهر مقدار حبنا لها، مدى حبنا. يعني إيه مدى حبنا لها؟ حبنا لها يعني مقدار حبنا، يبقى مدى يعني إيه مقدار. أجابت المعلمة هذه مشاعر إيه طيبة، هذه مشاعر طيبة. طيب مشاعر يعني إيه؟ يعني عواطف وأحاسيس، يبقى مشاعر يعني عواطف وأحاسيس، طيبة يعني حسنة. علينا بتزيين الفصل، يبقى زي ما قال سامح. لقد أخبرني طبيبها المعالج أن زيارتها دي لنا سيكون لها أثر بالغ في علاجها. أثر بالغ يعني أثر عظيم في علاج فاطمة. في اليوم التالي أصبح الفصل يشبه لوحة جميلة تملؤها الألوان الزاهية والشرائط الملونة. الألوان الزاهية يعني الألوان المشرقة اللامعة، تلاقي لون كده زاهي يعني مشرق قوي ولامع ويعني تقيل كده، خلاص يبقى الفصل كأنه لوحة زاهية. كما كتبنا لوحة ترحيب بفاطمة، يبقى كمان عملوا زي اللي قال ايه، زي اللي قال فوق احمد، عملوا لوحة ترحيب. واللوحة دي مكتوب عليها اهلا بك يا فاطمة في فصلك. واتفقنا مع المعلمة على امر اخر، ايه هو هنشوفه دلوقتي ايه هو. بس قبل ما ننتقل للفقرة اللي بعد كده، قال لك كيف سيستقبل سامح واحمد وفاطمة، هيستقبلوها ازاي؟ سامح واحمد هيستقبلوا فاطمة ازاي؟ كيف سيستقبل سامح واحمد فاطمة؟ تمام، سامح قال ان هو هيستقبلها بان هو يزين الفصل بشرائط ملونة، واحمد اضاف يعني زاد ان هو هيستقبلها بلوحة ايه؟ لوحة ترحيب. بما اخبر الطبيب المعالج، الطبيب المعالج اخبر المعلمة بايه؟ أخبرها إن زيارتها لنا سيكون لها إيه؟ سيكون لها أثر بالغ، زيارة فاطمة يعني في علاج فاطمة. يبقى الزيارة بتاعتكم دي اللي هي هتروحها لكم دي ليها أثر في علاجها وهتخليها تخف بسرعة. تمام، نأكد على المعاني. أن نزين، يمكننا أن نزين الفصل يعني نجمل الفصل. أضافة يعني زادة. لوحة يعني لافتة. ترحيب، الترحيب هو حسن الاستقبال. أشعر يعني أحس، وأنا أشعر بسعادة غامرة يعني سعادة شديدة. فرصة رائعة يعني جميلة أو مدهشة، فرصة مدهشة. لنظهر لها مدى حبنا يعني مقدار حبنا. مشاعر يعني عواطف أو أحاسيس، إحساسك يعني مشاعرك. مشاعر طيبة يعني مشاعر حسنة، طيبة يعني حسنة. ألوان زاهية يعني مشرقة ولامعة. بعد كده الفقرة اللي بعد كده، جاء يوم زيارة فاطمة. وفي بداية الحصة الثانية سمعنا دقة على باب الفصل. يبقى سمعنا دقة يعني طرقة بيطرق على باب الفصل الذي أخذ ينفتح ببطء شديد. وسرعان ما أطل وجه فاطمة. يعني أطل وجه فاطمة يعني ظهر وجه فاطمة. وفي اللحظة نفسها دوى التصفيق الحار، أو دوى التصفيق يعني على صوت التصفيق. يبقى دوى يعني على صوت التصفيق الحار الشديد يعني. وتعالت صيحات الترحيب يعني رحبوا بها جامد، معبرة عن سعادتنا
برؤيتها. يبقى عبروا عن سعادتهم بان هم شافوها. سعادتنا يعني فرحتنا، تمام. طيب ماذا حدث عندما دخلت فاطمة الفصل؟ ايه اللي حصل؟ دواء التصفيق الحار وتعالت صيحات الترحيب، يبقى سقفوا لها و يعني رحبوا بها بصوتهم ومعبرين عن سعادتهم برؤيتها. الفقرة اللي بعد كده بيقول لك وحدثت مفاجأتان. مفاجأتين حصلوا. قال لك كانت المفاجأة الرائعة الأولى، المفاجأة الأولى أن نرى فاطمة قد ارتدت قبعة بيضاء جميلة للغاية. يبقى أول حاجة كان إيه هي المفاجأة الأولى؟ أن فاطمة كانت لابسة قبعة بيضاء، يبقى ارتدت يعني لبست إيه؟ لبست قبعة بيضاء، دي أول مفاجأة. كانت جميلة للغاية يعني جميلة جدا، للغاية يعني إيه؟ جدا. وكانت المفاجأة الرائعة الثانية أن تراها فاطمة وقد ترانا سوري أن فاطمة تشوفنا وقد ارتدينا جميعا قبعات بيضاء. كلنا كنا لابسين زي فاطمة بالضبط، كلنا لبسنا قبعات بيضاء، تمام، مماثلة لقبعتها يعني مشابهة شبه اللي هي لابساها. فقد كان ذلك ما اتفق عليه الطبيب مع المعلمة. الطبيب قال للمعلمة هي بتلبس القبعة دي خليهم يلبسوها عشان تفرح هي زيهم، عشان هو المريض بالمرض ده بيفقد زي ما احنا قلنا شعره كله، فهي بتبقى مدارية شعرها اللي واقع بالقبعة، فعشان تحس ان هي مش مختلفة عن غيرها وان هم كلهم زيها، فيعني بيتضامنوا معاها في الشعور عشان تفرح يعني بيهم ويفرحوا بيها. خلاص يبقى فقد كان ذلك ما اتفق عليه من ومين؟ الطبيب مع المعلمة. ومن يومها أصبح اسم فصلنا فصل القبعات البيضاء، عشان كلهم كانوا لابسين قبعات بيضاء يعني اللي هي الكبات اللي بتتلبس فوق الدماغ اسمها قبعة، يبقى فصل القبعات البيضاء. إنه حقا يوم لا ينسى. طيب لو قلنا ما المفاجأتين الرائعتين اللتان حدثتا لاستقبال فاطمة، يبقى ما المفاجأتين؟ ايه المفاجأتين اللي حصلوا؟ اول واحدة ان فاطمة لابسة قبعة بيضاء، تاني مفاجأة ان كل الفصل ارتدى برضو زيها قبعات بيضاء، يبقى ارتدينا جميعا قبعات بيضاء زي فاطمة. طيب ما الاسم الجديد للفصل؟ فصل القبعات البيضاء. هنأكد سريعا على المعاني. قد ارتدت يعني لبست، هي لبست قبعة بيضاء جميلة للغاية، جميلة للغاية يعني جميلة جدا. طيب ارتدينا جميعا قبعات بيضاء مماثلة يعني مشابهة للقبعة اللي هي لابساها. كده خلصنا، بس هناخد الجمع والمفرد. شيء جمعها أشياء، في فيلم كده بتاع الرجل الصيني أين أشياء يعرفينه، يبقى شيء جمعها أشياء. أسبوع جمعها أسابيع. التالي يعني القادم جمعها توالي، توالي. الفصل جمعها فصول. مريضة جمعها مريضات. فترة جمعها فترات. أحد حد واحد جمعها أحد. الطبيب جمعها الأطباء. ترتيب جمعها ترتيب برضو بس حط عليها ألف وت، ترتيبات. خلاص. الزيارة جمعها الزيارات، زيارة واحدة جمعها زيارات. لوحة جمعها لوحات. فرصة، فرصة واحدة جمعها فرص كتيرة. رائعة جمعها روائع ورائعات. مدى جمعها أمداء، مدى جمعها أمداء، تمام. فين احنا؟ أثر جمعها آثار. زاهية جمعها زاهيات أو زاهيات. أمر جمعها أمور. باب واحد جمعه أبواب.
شديد جمع أشداء وشداد شديد حاجة شديدة واحدة أو رجل شديد جمعها رجال أشداء وشداد وجه جمعها وجوه وأوجه يبقى وجه واحد جمع وجوه وأوجه نفس جمعها نفوس وأنفس يبقى نفس واحدة جمعها نفوس وأنفس مفاجأة جمعها مفاجآت يبقى أنا أعمل لك مفاجأة جمعها أن أنا أعمل لك مفاجآت كتير الأولى جمعها الأوليات الأولى جمعها الأولى برضو أهي خلاص بس حط عليها ألف وده الأوليات قبعة قبعات بيضاء بيض غاية غايات وغايو مماثلة جمعها مماثلات زملاء كتير زملائي جمعها مفردها زميلي زميل واحد يبقى زملائي كتير مفردها زميل واحد زميلي يبقى هنا كلمة زملاء لو انت بص زملاء لوحدها كده حطينا عليه ياء الايه ياء المتكلم عشان اقول زملائي انا فهنا مفردها زميل برضو واحد وحطيت عليه برضو ياء المتكلم بقى زميلي انا برضو خلاص يبقى زملائي جمعها زميلي يبقى زملاء مفردها زميل وحطينا عليها الياء المتكلم يبقى هنا نحط ياء المتكلم حطينا هنا الف ولام يبقى نحطه هنا الف ولام المستشفيات مفردها المستشفى الالوان مفردها اللون الشرائط مفردها الشريط صيحات مفردها صيحة قبعات مفردها قبعة نيجي بقى للكلمة ومضادها التالي التالي يعني اللي جاي يعني القادم عكسها السابق اللي فات يبقى التالي عكسها السابق اللي فات ستأتي هي هتيجي عكسها ان هي ستذهب يبقى حد بيجي لك عكسها ان هو بيذهب تعرفون بتعرف الحاجة يعني بتعلم بيها عكسها تجهلون تعرف يعني تعلم عكسها تجهلون مريضة عكسها صحيحة يعني عندها صحة يعني يبقى مريضة عكسها صحيحة مقيمة يعني قاعدة على طول في المكان ده خلاص مقيمة عكسها مسافرة يعني ملهاش مكان بتسافر على طول مرتحلة بتتنقل من مكان لآخر يبقى عكس مقيمة يعني قاعدة وثابتة في مكان عكسها مرتحلة ومسافرة استقبال أنا بستقبل حد عكسها يعني استقبله يعني أهلا وسهلا وبتاع عكسها أن أنا أقوله باي أودعه يبقى عكس استقبال توديع خلاص زي ما هم استقبلوها يعني أول ما جت عكسها أن هم يودعوه يقولها باي برضو نزين يعني نجمل الفصل مثلا عكسها نقبح الفصل أضافة يعني زاد أضافة إحنا قلنا يعني زاد بالكلام بتاعه عكسها أنقص الكلام يبقى بزود الكلام عكسها أن أنا بنقصه يبقى زاد أضافة عكسها أنقص بالغ إحنا قلنا بالغ يعني إيه يعني عظيم طيب إحنا قلنا أن أثر الزيارة بتاعتها للفصل هيكون لها أثر بالغ فعلكها يعني أثر عظيم لعلكها عكسها ان يبقى ليها اثر ضعيف يبقى يعني في امل ضعيف ان هي تتعالج يبقى بالغ يعني عظيم وعكسها ضعيف امل ضعيف ان هي تخف بعد كده يشبه حاجة تشبه حاجة عكسها ان هي حاجة مختلفة عن حاجة يبقى يختلف يبقى يشبه عكسها يختلف جميل عكسها قبيحة زي هي اللي هي احنا قلنا عليها زي هي يعني ايه يعني مشرقة ولامعة حاجة مشرقة كده والألوانها جميلة عكسها باهتة وقاتمة حاجة بهتانة وقاتمة كده اتفقنا احنا بنتفق مع بعض عكسها ان احنا بنختلف يبقى عكسها اختلفنا ينفتح بننفتح على شيء يعني الحاجة بتبقى منفتحة عكسها ينقلق الفتح عكسه الغلق ببطء بسرعة انت بتمشي ببطء عكسها انك انت بتمشي بسرعة سرعان عكسها ببطء دوى التصفيق يعني على صوت التصفيق مثلا عكسها يبقى دوى يعني على
على صوت عكسها خفض الصوت، يبقى دوى يعني على عكسها خفض. تعالت، تعالت يعني علت الأصوات مثلا عكسها انخفضت، يبقى تعالت يعني علت عكسها انخفضت. بعد كده صيحات عكسها، صيحات يعني الصوت العالي عكسها ان انا همس لك في ودنك بصوت واطي، يبقى صيحات عكسها همسات. سعادة عكسها شقاء، واحد سعيد عكسها واحد شقي. شقي يعني مش من الشقاوة، شقي يعني تعبان من كتر الشغل، يبقى سعادة عكسها يعني فرح وكده، واحد فرحان عكسها واحد شقيان شقاء. شقاء دي يعني من التعب يعني. المفاجأة عكسها التوقع، مفاجأة يعني اقول لك انا عاملة لك مفاجأة، عكسها يعني مفاجأة يعني حاجة غير متوقعة، مش متوقعة، فانت طب عاملة لي كذا، طب عاملة لي كذا، فاجيب لك حاجة انت مش متوقعة، فدي تبقى مفاجأة. يبقى غير متوقع يبقى عكسها ايه؟ عكسها في توقع، حاجة متوقعة انت بقى، يبقى مفاجأة عكسها التوقع. الرائعة يعني الجميلة عكسها القبيحة. ارتدت يعني لبست عكسها خلعت. مماثلة يعني مشابهة، حاجة شبه حاجة عكسها ان هي مختلفة، يبقى مخالفة ومختلفة. حقا يعني يقينا، يعني صدقا يعني عكسها كذبا، يبقى حق عكسه كذب، حاجة حق عكسها حاجة كذب. ينسى، انت بتنسى الحاجة عكسها ان انت بتتذكرها، يبقى يوم لا ينسى، يبقى يوم عكسها مش هنتذكره، يبقى ينسى عكسها يذكر. النسيان عكسها ان انت تفتكر الحاجة، يبقى تذكرها يعني. اطل وجه فاطمة من الباب، يعني ظهر الوجه بتاعها، عكسها ان هو اختفى، يبقى اطل يعني ظهر وعكسها اختفى. سريعا هناخد الاسئلة. لماذا لم تحك؟ تحك دي يعني تحكي، بس شال ليها وحط مكانها كسرة، بعد كده هتاخدوها عشان هي مجزومة خلاص. المهم يعني لم تحك يعني تحكي. لماذا لم تحك مريم لزملائها شيئا عن فاطمة؟ يبقى لماذا لم تحكي؟ ليه ما حكتش لزملائها؟ لانها قررت انتظار ما سيحدث، يعني سيقع خلاص في منتصف الاسبوع التالي. بما اخبرت المعلمة التلاميذ في الفصل، اخبرتهم ان زميلتهم فاطمة ستأتي بعد غد في صحبة والدتها الى المدرسة. طيب مريم هنا انتظرت اللي هيحصل امتى؟ في منتصف الاسبوع اللي جاي، نص الاسبوع اللي جاي. طيب ماذا اقترح كل من سامح واحمد لاستقبال فاطمة؟ اقترح سامح ان يزينوا الفصل بشرائط ملونة. سامح اقترح شرائط الملونة، تمام. احمد اقترح ان هم يكتبوا لوحة ترحيب وتشوفها كده باسمها وهي داخلة الفصل. بما أجابت المعلمة على التلاميذ، أجابت قائلة: هذه مشاعر طيبة، علينا بتزيين الفصل، لقد أخبرني الطبيب المعالج أن زيارة فاطمة لنا سيكون لها إيه؟ سيكون لها أثر بالغ في علاجها. ماذا كتب في لوحة الترحيب بتاع يبقى ماذا كتب في لوحة الترحيب بفاطمة؟ كتب في اللوحة: أهلا بك يا فاطمة في فصلك، تمام. متى دخلت فاطمة الفصل؟ مع بداية الحصة الثانية. كيف استقبل التلاميذ فاطمة؟ بالتصفيق الحار وصيحات الترحيب، يبقى بالتصفيق الحار وصيحات الترحيب. لماذا صفق التلاميذ؟ تعبيرا عن سعادتهم برؤية فاطمة وحبهم لها، يبقى عشان هم سعيدين ان هم شافوا فاطمة، كان لسعادتهم ولحبهم. حدثت مفاجأتان رائعتان عند دخول فاطمة الفصل، فما هما؟ المفاجأة الأولى ارتداء فاطمة قبعة بيضاء جميلة للغاية. المفاجأة الرائعة الثانية ارتداء التلاميذ قبعات بيضاء مماثلة للقبعة بتاعة فاطمة.
ما الاتفاق الذي تم بين الطبيب المعالج والمعلمة أن ترتدي فاطمة قبعة بيضاء ويرتدي جميع التلاميذ قبعات بيضاء أيضا؟ ما الاسم الذي أطلق على الفصل بعد ذلك؟ إيه الاسم اللي سموه للفصل؟ أطلق عليه فصل القبعات البيضاء. طب ليه؟ لماذا؟ لأن كل التلاميذ كانوا يرتدون قبعات بيضاء مماثلة لقبعة فاطمة، شبه قبعة إيه؟ مشابهة لقبعة فاطمة. فيه بيقولك اكتب آية كريمة تحث على التعاون. إيه الآية الكريمة اللي بتشجعك يعني على التعاون؟ قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبكده نبقى خلصنا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.